يا بلدنا الحبيبة، خلونا مع بعض نمشي في المساحة القادمة واستعدادات الفريق لدوري افتتاح مباراة الجولة الأولى لدوري أبطال إفريقيا، وبنرجع لكم تاني. الحديث عن استعداداتنا لمباراه سان داونز اللي الكل يعلم بانه بدات بمعسكر يمكن كان بالنسبه لنا كجهاز فني معسكر ناجح جدا في دوله تنزانيا وبالاخص في العاصمه دار السلام. يمكن الفريق ادى فيه 3 مباريات كانت بالنسبه لنا نحن مباريات نموذجيه، نحن كجهاز فني استفدنا منها كثير جدا من الناحيه الفنيه. بعد ذلك الفريق توجه الى جنوب افريقيا معقل سان داونز مدينة بريتوريا وأدينا تدريب كان اطمأنينا فيه اطمئنان كامل لعودة جزء كبير جدا من اللاعبين اللي كانوا موجودين معنا. الهلال أيضا يعني قام ببعض الإضافات النوعية لصالح الأبطال في 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 الفترة التكميلية الأخيرة، الفترة الرئيسية الأخيرة التسجيلات. فنتمنى التوفيق للاعبين الموجودين معنا في الكشف الجديد، وأتمنى إنه يكونوا هم إضافة حقيقية لمباراتنا أمام سان داونز إن شاء الله. وسوف تتواصل يعني الإعداد يواصل تواصل لأداء المباراة بصورة طيبة وتحقيق نتيجة إيجابية إن شاء الله.